امبارح بقى يعني برضو استكمالا لسلسله كلامنا عن انتصارات وبطولات النادي الاهلي، امبارح فريق ناشئ النادي الاهلي لكره اليد مواليد عام 2004 نجحوا في الفوز بلقب بطوله منطقه القاهره بعد ما تغلبوا على فريق هليوبلس في مباراه شهدت اداء قوي جدا من جانب الفريقين الحقيقه، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 44-35. بعد انتهاء المباراه تسلم الجهاز الفني وكل اللاعبين كاس البطوله وميداليات المركز الاول، وطبعا الكل احتفل بكاس البطوله اللي حققها الفريق بعد ان ادى عروض في منتهى القوه خلال مشواره نحو هذا اللقب. طبعا كلهم يستحقوا الاشاده والتهنئه، وعلى راسهم طبعا كابتن سعد محمد المدير الفني لفريق ناشئ النادي الاهلي لكره اليد مواليد عام 2004 اللي معانا على التليفون. كابتن سعد صباح الفل على حضرتك. ألف مبروك، بنبتدي مع حضرتك بالتهنئة وإن شاء الله الفترة الجاية نهنيك بالمزيد والمزيد من النجاحات والبطولات. طبعا مشوار ما كانش سهل بطبيعة الحال، لعبته فرق قوية، كان فيه مباريات قوية، كان فيه ندية ملحوظة، فبرضو لو حضرتك يعني مشكورا تلخصتنا كده مشوار الحصول على هذه البطولة كان عامل إزاي؟ هو الجيل من الأجيال المحترمة جدا جدا، يعني صعدنا للنهائيات، لعبنا فريق مصر بترول فرقه محترمه جدا طبعا في دور الثمانيه، بعد كده لعبنا في دور الاربعه فريق نادي الجيش من الفرق الثقيله والفرق المميزه في الجيل، الحمد لله ربنا كرمنا ولعبنا في النهائي فرقه هليوبلس، فرقه من الفرق اللي بتلعب عند جمهور مميز صحيح جمهور جميل يعني. الحمد لله ربنا كرمنا واتغلبنا عليهم يعني. اللي بيحصل ده بيطمنا على اللي جاي ان شاء الله، اللعيبه دي يعني كمان خلال السنوات القادمه باذن الله تبقى يعني خير تمثيل لمصر ممكن يجي من خلالهم، ولا حضرتك شايف الصوره ازاي؟ اه طبعا، بص ده جيل مرتبط ما عداش على النادي الاهلي من فتره كبيره، الفرقه دي السنه الجايه هتبقى مرتبط ان شاء الله باذن الله. باذن الله. فانا توقعي الفرقه دي مش هتخسر تاني، ويبقى جيل مرتبط ما عداش على النادي الاهلي من فتره كبيره ان شاء الله باذن الله. في عناصر كتير مميزه في كل مركز. ناس السنه فهمت تكتب شغل دفاعي وهجومي، عندهم استيعاب عالي جدا جدا جدا. أيوة. وان شاء الله انا اتوقع لهم خلال السنتين الجايين هم كل الفتره بتاعت المرتبط هم اول ان شاء الله باذن الرحمن، وساعتها نهني حضرتك برضو بالمزيد من البطولات ان شاء الله. صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك كابتن سعد محمد المدير الفني لفريق ناشئ النادي الاهلي لكره اليد مواليد 2004، مليون مبروك يا فندم. الف مبروك ودايما